هذا في ذكريات، في ذكريات حلاوته انه كل بلاطه فيها غلط، مش مهم تكون اسمك باللاط وحامل مطرقه وبتعرف تركب البلاطه بمحلها. اذا انت حدا انسان بدك كل شيء بيرفكت وكل شيء كامل عندك ببيتك ما تجي لعندي. عشان بدي منك تخبرني شو السر اللي خليك تترك عالم الانتيريور ديزاين وتفوت على عالم صنع بلاط بيروت العتيق. اللي خلاني اترك الهندسه الداخليه الانتيريور ديزاين واشتغل بهذا البلاط هو قتلي مرحوم جدي. كان البيت هون بالمعاصر معمول من هذا البلاط، فكنا بالصيف انا ولد عمومتي نعمل خيمه على سقف البيت، فبصيفيه من الصيفيات طورناها حطينا لوح نايلون تنستخدمها بالشتاء، فقمت انا بكل تواضع كسرت له البلاطات اللي هن مثل هذا البلاط وحطيتهم على النايلون لما يطيروا الهواء. فأنا ماني عارفين قيمته، ماني عارفين شو هدول البلاط، وهو مخبيهم على سقف بيت الدرج تمام وصلوا. صار اللي صار بالجامعة، كنت عم بعمل انتيريور ديزاين، حطينا من هيدا البلاط، فالانستراكتور سألتني ليش عم تستعمل هيدا البلاط، وعمل بحث على هيدا الموضوع كيف بيتصنع هيدا البلاط، وهيك صارت الخبرية. هونيك فهمت قيمة القتلة، هونيك فهمت ليش جدي كان مخبى هيدا البلاط احتياطا، هونيك عرفت وقت اللي نحن كنا عم نفتش على بلاط للبيت عنا ليش ما كنا عم نلاقي جديد، لأنه هذا البلاط منه شغل يكوني فكانت تقدر تعمل بلاط وصناته، منه سيراميك، منه رخام، منه بورسلان. الرخام كتير له قيمته وكتير حلو، السيراميك كوبي بيست عم تشتغل بلاط مواد كيميائية، في منه كتير موديلات، هيدا فيك تعمل الألوان الموديلات اللي انت بدك. هذا في ذكريات، في ذكريات، في حنين، في حنين للناس الكبار من عمر أهلنا اللي هم بيوت أهلنا وبيوت جدودنا كلها من هيدا البلاط. فبس تفوت هلأ أنت تشوف البلاط الدابغ اللي لون الأبيض تبعه فيه على بني اللي قاطع فيها الزمن عليه وهالذكريات اللي قطع فيه عليه عمر، ما فيك تجي أنت تقول إنه هيدا تشبهه بأي بلاط هلأ موجود جديد، وحتى لو عم نجيب سيراميك موجود مثله هيدا البلاط، لأنه هيدا البلاط بيعتق. يعني هلأ عم تشوف لونه أبيض، بكرة مع الزمن بس رح يقطع عليه وقت رح يصير لونه عتيق كبير، رح يكبر معك أنت وعم تكبر. هو فعلياً بلاط البيوت القديمة بمدينة بيروت أو بلبنان بشكل عام، قد بيرد لك ذكريات؟ مش بس بيرد لي، لإلي ما في إنسان لبناني ما في عنده ببلاط بيته، إن كان ببيت جده ولا بيوت جديدة موجودة، ما في منه بلاط اللي بيسموه هو المزيك. مزيك فسيفساء، منا البلاط المزيك بس تسمع على اللبناني، مش اسمه بلاط المزيك. على هيدي السيرة في كلمة قلت لي إياها تحت الهواء، قلت لي حلاوته بأغلاطه. هيدا البلاط حلاوته بأغلاطه، حلاوته بأنه ما بيشبه بعضه، حلاوته أنه كل بلاطة فيها غلط. إذا أنت حدا إنسان بدك كل شيء بيرفكت وكل شيء كامل عندك ببيتك ما تجي لعندي. غسان، كيف تلاقي إقبال العالم على هيك نوع من البلاط، بحكم أنه إذا فينا نقول كان مختفي هيدا البلاط من لبنان؟ الإقبال رائع، كتير العالم بتحب هيدا البلاط، خاصة أنه مثل ما كنت عم بقول لك أنه هيدا البلاط بيذكرك ببيت جدك. أكيد واجهت تحديات وصعوبات كتير، شو أبرزها كان؟ أكبر صعوبة كانت هو نقدر نساوي قالب النحاس اللي صبينا فيه البلاطة. هذا القالب بده نحاس، بدك تقدر تعرف طعج النحاس، بدك تلحم النحاس بالقصدير، بدك تحفه وتجلس له أرضيته، وترجع بعدين تكون عم بتجهز جبلاتك. هي أصعب مرحلة تقدر تعمل قالب النحاس، والصعوبة هي اليد العاملة. كمان ما عندك يد عاملة بسهولة تقدر تعملها، لأنه منك عم تشتغل بشغلة مين ما كان بيعرف يشتغل فيها. يعني تقدر تجيب حدا ترجع تعلمه وتدربه وتجهزه ليقدر يشتغل، هي منها شغلة سهلة. كمان غسان، بدي منك تخبرني عن مراحل تصنيع هيدا البلاط، يعني شو بدها مراحل، شو بتتطلب مراحل هاي البلاطة اللي تطلع بهالشكل اللي شايفينه هلأ؟ نحن أول ما بلشنا بتصنيع البلاط بنعمل الجبلة، بعد ما نعمل الجبلة بننظف قالب النحاس بالماء، بنرجع بنحطه بقالب الحديد وبنبلش عملية الصب. اليوم البلاط اللي كنا عم نشوفه كان في عدة ألوان عم نشتغل فيهم، اللي هن الأبيض، الرمادي، الأحمر والأصفر، كنا عم نشتغل بأربع ألوان، وهي ذات البلاطة قادرين نشتغلها بأكثر من أربع ألوان، ممكن نوصل لست ألوان، سبع ألوان، حسب شو اللي مطلوب منا. وبعد ما نكون حطينا الألوان وزعناها بنهز البلاطة تنعملها بالانس ونطلع منها الهواء، نرجع بنحط البطون اللي شغلته يشرب المي اللي بقى موجود بقلب الجبلة، بننشفها. بعد ما ننشف البلاطة بنرجع بنحط القفا اللي هو عبارة عن حاتي مخلوطة مع ترابي سوداء، وبنكبس البلاطة وبنوقفها بصندوق خشب، بيكون صار عندنا البلاطة الجاهزة. تاني نهار الصبح بنشيل هيدا الصندوق مثل ما هو بنحطه بقلب المي لمدة 6-7 ساعات، وبعد يومين ما نكون ريحنا البلاط بنجلي على الجلية قبل ما نسلم. غسان، عم نشوف بلاط عليه صور زيادة الرحباني وحتى صبية هي وبنتها، يعني في الواحد يجي يطلب صورته على البلاطة وتعملوا لي اياها ولا كيف؟ اكيد فينا، بس اكيد عندنا ليميتيشن بطريقة صناعة الصورة، صورة زياد، لانه انا بالنسبة لي زياد بالنسبة لي ولغيري كتار بالحياة
شيء كتير رائع زياد. حتى هيدي اللي بلاطة اللي فوق الحرف البي تبع بيروت بير، هيدي بلاطة لمرته للسفير اللي راحت توفت استشهدت بانفجار بيروت، سفير نيذرلاند. يعني حتى البلاط في يكون رسم أكيد، في يكون شو ما كان بدهن عليه أكيد. فينا البلاط السادة حدا ياخده يرسم عليه ما في أي مشكلة، بس إحنا البلاط اللي نحن بنرسم عليه عنا طريقة بالصب اللي هي شفتها كيف نحط قلب النحاس ونصب قلبه والشغلة الحلوة. شو أحلى موقف صار معك بهيدي المهنة؟ أحلى موقف بهيدي بإنتاجية هيدا البلاط وقت اللي تجي لعندك الناس من آخر الدنيا أو تبعت بلاط من لبنان لبرات لبنان، وقت اللي تشتغل حتى البلاط بقلب لبنان والعالم تكون مقدرة هيدا الشغل. خسان شو بتعني لك هيدا المصلحة اليوم؟ هي المصلحة كل شيء بالنسبة لي، أنا عايش من وراء هالمصلحة هلا بالوقت الحاضر، ومصلحة كتير حلوة بدها صبر كتير كبير. أنا وقت اللي بلشنا هون ضليتني أشتغل تقريبا 6 شهور لحالي، صب بلاط أرجع إجلي وخلص هيدا الشغل كله، ولا تقريبا 6 شهور لرجع جبت حدا بلش يساعدني بالشغل. ما كنت منتوج كتير، كنت أعمل لي 50 بلاطة كل يوم.